الرب على أرض الصبي والوراء نسخني عن واحد دوراني وغضني عن التعريف ما شاء الله بقوله وحركته يعني ما شاء الله سواء كانت على مستوى المنظمات الدولية أو على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات الإسلامية يعني جيدة ومشكورة نريد أن نستفيد إن شاء الله منه في هذا اللقاء الطيب وأتزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد أن أكون في اليمن معكم وفصلنا في عدن. أنا كان عندنا هنا لقاء في مايو بثلاث أشهر علشان نحاول إن إحنا كلنا كجمعيات نعمل تنسيق نبني شراكة بيننا وبين بعضنا. ولا أدري ماذا حدث بعد هذا اللقاء. يعني كان في جمعيات كثيرة موجودة. كان في حماس وكتبنا المخرجات والمنتدى الإنساني في صنعاء أرسل محضر الجلسات. فماذا حدث ما بين مايو إلى اليوم؟ السؤال الثاني، هل إحنا فعلا جادين يكون في بيننا وبعض تنسيق وبيننا وبعض شراكات وبيننا وبعض وضع رؤية عامة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي؟ واحنا احنا جادين ايضا في اننا نخرج من طور الفردية عمل الفردي الى طور العمل التنسيقي، مش هو عمل جماعي، يعني عشان محدش يقول ان احنا بنحاول نلغي شخصية بعض الجمعيات، ولكن على الأقل عمل تنسيق بيننا وبعضنا وليس عمل اتحاد يلغي شخصية الجمعية. الأمر ده لو ما كناش احنا هنحطه واضح جدا أمامنا عمرنا ما هنتقدم خطوة للأمام، لأن هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. الإنسان قاعد في جلسة تنسيقية وهو مخه مش يعني جاي بس عشان يحضر ويسجل حضور ويمشي، فلما كانش النية بتتحول لعمل يبقى كل جلساتنا ان احنا بنضيع فيها وقتنا ونضيع فيها مجهودنا ونضيع فيها الاموال اللي هي اصلا الاموال بتاعت الفقراء والمساكين اللي احنا شايفينهم كل يوم في الاعلام يتدورون جوعا ومرضا واحنا قاعدين ما بنعملش حاجة ليهم. منذ اللقاء في شهر مايو إلى الآن، يعني ما أعرفش حد فيكم قابله عملته إيه، يعني مش عارف أبدأ إزاي إلا لما تقولوا ماذا حدث بعد شهر مايو. تفضل. وكفلت مشكورة من مؤسسة التواصل وتنسيق اللقاءات التنموية وتنسيق بداية العمل في هذا المجال. وكان هناك ترتيب لعقد اجتماع آخر لبدء تشكيل منتدى أو تكتل معين. كان جاء في وقت وجود انشغالات المنظمات، في وقت كان فيه قريب منظمات تقريبا مدينة، فجاء رمضان وجاء في شهر رمضان وتوقف العمل لم يتم في مجموعة الأسر تشكلت، وكانت بداية الاهتمام بالعالم الفردي. يعني أنت عم فيها بدأت تناقش بعض الأشياء ولكن لم يتم الاجتماع الأول لم يحضر. يعني أنتوا أخذتوا محضر الاجتماع وعملتوا مجموعة واتساب وانشغلتوا برمضان والعيد ودلوقتي هتنشغلوا بالأضاحي وما حصلش حاجة أنك جمعتوا مرة ثانية. ده اللي حصل يعني. طب وما ده يعتبر ان انتوا كجمعيات عندكم مشكله كبيره جدا انكم ما كلفتوش سكرتاريه تتابع الامر مع الناس وتدعيهم، لان لو الجمعيات اللي هي مشتغله بالعمل التنفيذي هي اللي هتقوم بالتنسيق عمرها ما هتقدر تقوم بالتنسيق عمرها.
يعني لو انتوا اتفقتوا على ان في شخص بدك حتى يدفع له اجر عشان ما يشتغل يوم او يومين في الاسبوع، والشخص ده كان رجل او امراه، وانا احب انها تكون امراه. لماذا؟ لان المراه دايما دؤوبه وبتشتغل في التفاصيل. الرجال اللي زي حالاتكم بيشتغلوا في الحاجات الكبيره والتخينه وكذا والى اخره، فانا عايز احنا امراه ان شاء الله تشتغل يوم او يومين في الاسبوع بتابع الملف ده وتشتركوا في الايه؟ في دفع الراتب ليها عشان ما فيش بالكفاف. انشغلنا بالقدره، انشغلنا مش عارف بمشروع تاني الى اخره الى اخره، او حصل للاسف يعني انصدام مسلح من بعض الجماعه، احنا انشغلنا بالايه؟ بالاعمال دي كلها. فلو انت عايز تنجز اي شيء لابد تفرغه لحد، لو كان الحد ده تفرغه لهذا الامر يكون تفرغ وقتي مش تفرغ دائم يعني. وده الشيء اللي احنا ايه نجحنا فيه واحنا في بريطانيا، ان احنا اتفقنا كخمس او ست جمعيات في الاول، اتفقنا على الميزانيه بعد ما اتفقنا على الاهداف، واصبحت الرؤيه واضحه، واصبح العمل ما هوش عمل تنفيذي، اصبح العمل عمل تنسيقي، عمل توعوي، عمل توجيهي للجمعيات، عمل تأهيلي، واصبحت الجامعات ما بتنافسش مع بعضها في انها بتنافس في باكستان ولا في اليمن ولا في الصومال ولا في اثيوبيا ولا في سوريا ولا في العراق، لا هم بينفذوا على مستوى بريطانيا بانهم بيأهلوا الجامعات الصغيره الى اخره. رحنا خرجنا من الاجتماع النهارده مره ثانيه ما فيش اصبح فوكال بوينت، يعني شخص كده ياخذ اللي هو العناوين البريديه لكل الاعضاء ويتصل بيهم، يبقى احنا بنضيع وقتكم وانتم بتضيعوا وقتنا وكلنا بنضيع وقت بعض، وبيروح الفقير والغلبان ده ما يشتكينا الى الله سبحانه وتعالى. فانا ممكن نبدا النقاش دلوقتي، ايه هي المشاكل اللي احنا بنواجهها في عدن كجمعيات او في اليمن كلها كجمعيات، ونبتدي نناقشها واحده واحده. لكن اصبح بس عشان واحد يتكلم بمنتهى الصراحه من غير تنسيق انسى يعني من غير تنسيق انسى انك هتنجح. الامر الثاني اعلم، ودي من عندي انا شخصيا، انك اثم. اثم بمعنى الاثم، يعني اللي يرفض التنسيق مع الاخر هو انسان مريض وانسان آثم. ليه؟ لان المال شحيح والجهد قليل والمصائب كثيره وعذاب، فكل ان انا ارفض ان انا انسق عشان شعار جمعيتي او علشان اسم جمعيتي او علشان اسم جماعتي، فانا آثم ومذنب ويقام علي حد من الحدود المجتمعيه. مشكلة اليمن ومشكلة عدن ومشكلة كل المدن الصغيرة والقرى والأحياء هي مشكلة لن تستطيع، أو مشاكل لن تستطيع كل المؤسسات اليمنية وكل المؤسسات الدولية وكل المانحين إنهم يحلوها. الشيء الوحيد اللي يستطيع نمشي فيه كمسيرة نقعد مع بعض نتفاهم مع بعض إزاي نشتغل مع بعض. واللي يرفض حاجة زي كده هو آثم ومذنب ويقام عليه حد مجتمعي. المال مش مالك، الجمعية مش جمعيتك، الفقير مش عبد عندك، ولا المريض ولا كذا ولا كذا، دي فلوس الفقير وفلوس المريض وفلوس المجتمع. فكل أنا أرفض التنسيق أو أستعلي بجمعيتي عشان جمعيتي عندها 20 مشروع ولا 30 مشروع ولا 50 مشروع ولا منتشرة في 15 20 محافظة وانت جمعيتك صغيرة، يبقى انا انسان شرعا آثم. مهما كبرت جمعيتك، مهما كبر مؤيديك من داخل اليمن او من خارج اليمن، ومهما عظمة اللي هو المال اللي انت بتتحرك فيه، سيأتي الفقراء
الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ومسكوك انت، انت صاحب القرار اذا رفضت تعمل التنصيب. وتعلقها كلهم في رقبتك او في رقبتك. ليه؟ لان انا برفض التنصيب. الامم المتحده دلوقتي ما عندهاش فلوس، لان المشاكل كترت عن اي عن عن قدره الامم المتحده. الامم المتحده بدات تجمع الزكاه معايا، وبدا المشايخ يفتوها بجمع الزكاه من المسلمين. يعني معنى كده ان في بعض الزكاه اللي بتجي لك مش هتجي لك. ليه؟ ما عندهاش فلوس. عندها مشكله في اليمن، عندها مشكله في جنوب السودان، عندها مشكله في العراق، مشكله في ليبيا، مشكله في سوريا. ها؟ بس الخمس المنطقه بتاعتنا. نهيك بقى على ميانمار، نهيك على افغانستان، نهيك 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 في كل المنطقه في العالم دي كلها. المشاكل اللي موجوده في الصحراء الغربيه في افريقيا، المشاكل موجوده في شرق افريقيا، في اوغندا، في كينيا، في الصومال وهكذا. فحجم المشاكل كبر وحجم الدعم قل. والقدره البشريه لكل المؤسسات بقت ضعيفه، مش قادره تواكب المشاكل اللي حصلت. واحنا قاعدين هنا في متر في مترين مش بنتقابل مع بعض مده 3 أشهر. انا بقول لكل اللي كانوا حاضرين قبل كده واللي سامعيننا النهارده وهيسمعونا بكره، هؤلاء الناس آثمين. ليه؟ ما ينفعش الناس بتموت من المرض والفقر واحنا قاعدين مش بنتكلم مع بعض، واحنا قاعدين مش بننسق مع بعض، واحنا قاعدين مش بنتكامل مع بعض. او نجيب واحد يكون مثلا تفرغ ليه او تفرغ ليها يبقى يومين في الاسبوع بس، يبعت ايه بريد لينا احنا. مش محتاجين مكتب. اي جمعيه ممكن تستضيفنا. انت جمعيه مالكوش دعوه بالحاجات الصغيره دي. اما زي الجمعيه الوطنيه اسمها الهيئه اسمها الهيئه الكويتيه اليمنيه، لا ليها دعوه بجماعه معينه ولا وجهه معينه ولا تقعد ان هو البنت والاخ هنا يوم ولا يومين في الاسبوع يستفيد من التواصل ويمشي. ايه المشكله فيه؟ لكن ما احناش بنتكلم على الفقير نقعد نعيط، واحنا لا احنا اكثر ناس بايه؟ بنخدم الاموال الفقراء والمساكين. فاول نقطه في الموضوع يا شباب ان احنا اثمين. انا بقولها كده على الملا. مفيش حد في اللي بيشتغل في العمل الانساني سواء كان مسلم ولابس لي لحيه ولابس لي نقاب الى اخره، ها؟ هينجو من السؤال انه لم يتنازل عن جزء من شخصيته الاعتباريه من اجل المجتمع. من اجل الفقير، من اجل اليتيم، من اجل الارمله، من اجل المسكين، من اجل المريض، من اجل الشيخ الى اخره. وانا شخصيا بقول لك ده رايي الشخصي، الله اعلم المشايخ يقول ايه، او لا الناس اثمين. وليسوا اهلا لان يترأسوا اي جمعيه. ده بقول لك في الشكوى. وليسوا اهلا سواء كان في اليمن او غير اليمن. ممكن يكونوا في اليمن، يكونوا في الكويت، يكونوا في مصر، يكونوا في اي حته من الدنيا. اللي مش هيقعد عشان ينصر ويوحد الجهود في الوقت اللي عندنا فيه شح في المال وفي الجهد وفي مصيبه او مصائب قدامنا، ها؟ لا يسكن لا يكون اهلا لان يدير اي جمعيه من الجمعيات. ابدا. والمتبرعين ما يدوش فلوس. من حق المتبرع يقول لك انت بتنسق مع طين ولا لا؟ يقول لك لا انا مش هديك. ودي رساله للمتبرعين، نقول لهم الناس دول مش عايزين يشتغلوا مع بعض. يقول لك الامم المتحده بتجمع مال الزكاه. الناس مش واخده بالها من الكلمه دي. الامم المتحده عندها فتاوي حاليا برنامج اللي هو اسمه الفوضي يقول لك ايه، بدات تجمع زكاه في رمضان اللي فات. اصبحت تشعر انها مش قادره على اموال الحكومات. اموال الحكومات مش كافيه. فنزلت اموال الشعوب العربيه والاسلاميه عشان تجمع منها الزكاه. زد اك اي. واحنا قاعدين مش بنشرب كوبايه شاي مع بعض. نفس الكلام اللي احنا قلته قبل كده هنرجع نقوله تاني، ان الناس عشان يعملوا، عارفين انتم منتدى الاقتصاد العالمي اللي في سويسرا ده اللي بقى له 45 سنه او 70 سنه بدأ ازاي؟ بدأ كانوا بيتقابلوا كل شهر. ها؟ ناس اساتذه في الجامعه واقتصاديين عشان يفكروا في حاجه. بعد 45 سنه اصبح هو في الاقتصاد العالمي. بس بدأوا بكوبايه شاي او كاس ويسكي.
خمر لذة للشاربين، بس انت في الدنيا لسه الخمر اللذة دي ما جاتش. بنتقابلوا كده كل شهر ولا ايه ويك اند، يقعدوا مع بعض يتناقشوا لغايه ما مشيت المسيره. ها وقال هجيب لي العيال، سمعت منها هنري كيسنجر كان بيتكلم فيه من هناك من كام سنه، من 2012 تقريبا سمعته. انا حضرت النشأة في الستينات وكنا قاعدين في شقه صغيره قد كده مش عارف في سويسرا او حاجه زي كده هو، وكان يمكن 7 أو 8 رؤساء شركات. احنا دلوقتي في 2017 اصبح المنتدى الاقتصادي العالمي اللي احنا شايفينه اللي هو بيهز العالم كله الناحيه الاقتصاديه، واصبح يتدخل في السياسه والاجتماع والاعمال الانسانيه والاعمال الدينيه الى اخره. واحنا قاعدين في حاره مش عايزين نقعد مع بعض، وكل واحد فينا بيطلع ذريعه انه مش فاضي. التنسيق هل اهم من السله الغذائيه؟ التنسيق اهم من مشروع الاضعف؟ التنسيق اهم من تبني مسجد او تبني مدرسه او كذا، لكن لو ما نسختش هتلاقي في نفس الحاره فيها 20 مسجد، فيها 20 مدرسه، والحاره اللي جنبها ما فيهاش حاجه. ويجوا بعد كده متبرعين ومنحين يسبونا احنا بعد كده. اتفضلوا يا شباب. ايه الاسئله اللي عندكم؟ الفكره اللي تحبوا الان انتم تنفذوها هي نفس فكره شبكه نماء. فلو كان في تفعيل لشبكه نماء كان اي حدا بعدها ممكن تنجح. انا ما عندي مشكله مين يعمل التنسيق، بس هل شبكه نماء منفذه ولا مش منفذه؟ شبكه نماء طبعا ما تضمن كل ال منفذه المشاريع ولا منفذه المشاريع؟ منفذه المشاريع واغلب المشاريع طبعا في مجال الاضافه والبناء على يعني تنمية قدرات الأعضاء اللي هي البنيات. أنا ما أعرفش من الأهداف أولا يعني شبكة نماء حتى لو تفعلت في أعضائها ومن قريب منها يعني يتصل إليهم، لكن الاجتماع اللي كان الماضي كان يضم أطياف كثيرة مختلفة وعاد في أطياف أخرى أيضا لابد أن تكون موجودة في السيت إلى آخره. من أفضل أمثلة التنسيق اللي هي البنية الكويتية من العدد 4 أو 5 بنيات، لكن نموذج ناجح. بالنسبة لشبكة النماء احنا معاكم في الهدف اللي هو بناء القدرات وتأهيل المنظمات للوصول إلى أنهم يعني مؤهلين للحصول على الدعم المنظمات الدولية. هذا الخط اللي احنا بنمشي معاه. يعني بالدرجة الرئيسية هو تخصصنا. مسألة التنسيق والتنفيذ هذا يفوق الواقع، سواء كنا ضمن إطار أو خارج هذا الإطار. ولكن التنسيق ضمن الإطار هو طبعا نتائجه أفضل بكثير من التنسيق الفردي أو الحادث العربي اللي يأتي في ظروف معينة. أنا ما عندي مشكلة مين ينسق، يعني الواحد عشان كده لا يعبد الاسم ولا يعبد الشعار، ما عندنا مشكلة مين ينسق. لكن المشكلة اللي عندنا احنا نتفق على آلية التنسيق. سواء كانت آلية التنسيق عايزين يمسكوا شبكة نماء ويغيروا القانون الأساسي فيها ويوسعوها، أنا شخصياً أنا زائد. عايزين يقولوا لشبكة نماء لا احنا هنعمل شيء ثاني وأنت بتكون متخصصة أنت في الجزء اللي هو بناء القدرات ما عندش مشكلة. فالمفروض أنتوا اللي تتفقوا مش أنا أتفق، يعني المفروض احنا هنتفق على فكرة واحدة، احنا موجودين إن احنا عايزين ننسق. كيفية التنسيق ازاي؟ على أرض الوطن هنا في تنسيق ما بين المؤسسات اللي موجودة في عدن والمؤسسات اللي موجودة في صنعاء. دي ما حصلتش قبل كده. يعني كأننا احنا في عدن حتى وعدن والمحافظات الأخرى اللي موجودة في الجنوب. هل احنا في تنسيق بيننا وبين جمعيات موجودة في حضرموت أو إلى آخره إلى حتى احنا في نفس المنطقة؟ هل احنا عملنا آلية للتنسيق بيننا وبين بعضنا؟ ودلوقتي حتى لو كان النت ضعيف وكذا، يعني ضعيف ممكن مثلا خبر يوصلك بعد ساعه، مثلا في بريطانيا الخبر بيوصلك بعد دقيقه او ثانيه او حاجه زي كده، مش مشكله بس الخبر يوصلني في تليفونات. ها في كل الحاجات دي. فالتنسيق معناه ان نتفق على اننا لابد من النص، سواء كان بنصب انا ماء او سماء او اي حاجه، مش مشكله دي عشان ما نخش في الاسماء
وبدل ما نمشي في الهدف الكبير دخلنا في هدف فرعي وتبادل لا ده ما اصل تعمل كذا اصل انا مش عاجبني رئيسنا ما لان في يوم من الايام قال لك كذا وكذا وكذا لا الموضوع ده ما يحطش فلان فلان عشان ايه يتبع الجهه الفلانيه الى اخره. لكن لو احنا نتفق على التنسيق الاليه بعد كده هنقول مين تعمله. في كان في استجابه وتواصل مش عارف اسمه الجماعه ها الى اخره يعني. فلذلك ما عندي مشكله ابدا في النماء او غير نماء يكون هم المسؤول عن التنسيق. لكن عندي مشكله ان احنا ما ننسقش. مش كده؟ يا صاحب الجن؟ ها انا عارف لما قلت له على طول شفته بالنضاره بتاعته. فايه المشاكل يعني يا اخي؟ لو احنا اتفقنا ان احنا نفعل المجموعه دي، المجموعه دي كان فيها كم واحد قبل كده؟ 20 20 واحد. مين المسؤول على ارسال الرسائل ل 20 واحد؟ اللي اخذنا نص التواصل وبعدين حددوا الموعدين. ها؟ حددوا الموعدين، الموعد المتفق عليه كان الخميس اللي قلت الثالث. ايوه. وتم الاعتذار للانشغالات وحدد موعد الاحد بعد ثلاث ايام. وبعدين تم الاعتذار. تم ضم مين من نفس المنطقة؟ ايوه كلهم يعني؟ لا يعني من ال 20 واحد؟ لا مش كلهم، انما اغلب الغالبية. حضرت المديرة التنفيذية حقنا وقالت اجتماع كان العدد ناقص ولم يتم مناقشة شيء ولا واحد. هو الاجتماع الثاني. هو حتى لو الاجتماع فيه ثلاثة أو أربعة امشي. امشي الاجتماع. لأن دايما أول خطوة في التنسيق هي أصعب خطوة. ده أول خطوة إنك تعرفي الأرض الصالحة وتجيب البذرة الصالحة عشان تزرعيها وتوصلي الأرض الصالحة دي للزراعة يعني دي أصعب خطوة. مجرد ما البذرة خضرت الكل هيجي وراكي. كل واحد يكون صريح، انا قادر احضر، انا بلتزم، انا مقتنع. مش مهم ال 20 يحضروا. حضرتك اسمك ايه؟ هويده. ايه؟ هويده. اخت هويده، انا عندي 20 جمعيه، حضر منهم خمسه، حبدا بيهم. وخلي بالك مش ال 20 كلهم هينسقوا. اللي هيفضل معاك من 20 من خمسه او سته او اربعه، ابداي بيهم. احنا في بريطانيا لما بدانا المنتدى الاسلامي المنتدى الاسلامي الخيري من 10 سنين عدنا 3 سنين عشان نتنسق بالخمس جمعيات. هيومن ابيل واسلامك ريليف ومسلم ايد ومسلم هاندز وهيومن ريليف فاونديشن. 4 سنين نتكلم مع بعض عشان نعمل قانون اساسي. هل كان في بريطانيا بس في خمس جمعيات؟ لا مسلمة كان في كتير بس احنا بدأنا خمسة. خمسة غير دلوقتي هم موجودين في الايه؟ في التشكيلة. وبقى دلوقتي الخمسة بقوا ايه؟ 20. واحنا موقفين ما نقبلش عضوية جديدة بس بعد كام سنة؟ بعد 10 سنين شغل. فأنت جم أربعة أو خمسة الاجتماع ابدأ. إيه المشكلة؟ مش أنت أول اجتماع ما جاش حد؟ تاني اجتماع انا هبدا بالخمس واللي عايز يجي اهلا وسهلا، مش عايز يجي ان شاء الله لو جه برضك هنبعته. هنختلف بالاجتماعات وهنبعته، هنمشي ماشيين. فلابد بعد كده اللي يجي لك ابدا بيه، ولا مش هتبدا في اي حاجه خالص. ولا الزرعه بتاعتك اللي هي البذره دي هتنبت. وانت ما بتشتريش الارض الا لما تلاقي فيها خضار. صح؟ حد بيشتري ارض في الصحراء عشان يزرعها؟ على التسعات لما كان بيجوا الرؤساء زمان في بعض الدول، احنا مش عايزين نذكر اسماء عشان احنا ما بنشتغلش في السياسه. لما يجي رئيس الدوله ليهم جابوا اثار الزرع وحفروا لها في الارض وطلعوا شجر، فيجي الرئيس يقول يا سلام المشروع نجح. هو جه مشي في حته 50 متر في 100 متر، لف اللفه دي كلها، حطوا له حبه بيض وحبه فراخ وحبه معيز وحبه جمال وبتاع ده والتلفزيون يصور والستات زغرت والرجاله تهلل ويرقصوا. ده بلاد ما نعرفهاش، ده مش العالم العربي، ده في العالم الغربي المتخلف.
واتحكوا على الرئيس بالكلمتين دول، وبعد بيرجع الراجل يمشي ويطلع بالطياره بتاعته ومشاهد الزرع والزرع يموت ويذبحوا الخرفان والبقر والحاجات دي كلها كل سنه وانت طيب. فدي النقطه الاولانيه، نرجع للتواصل مره ثانيه ونعمل اجتماع. انا همشي من هنا يوم الخميس الجاي. لو عايزين تعملوا اجتماع وانا موجود يوم اي يوم من الايام انا موجود هنا معاكم، وانا ما عنديش مشكله اسلم يعني ديسكنا اسلم خروف هو صاحي ونعمل اجتماع عندك انا ولا في تواصل مفيش مشكله. واللي يجي يجي اللي ما يجيش ماشي مهم يجي بس نبدا معايا. مفيش مشكله اتفق مع ندخل ترتيبات عمليه عشان نكون مفيش مشكله يعني تحديد الموعد فوق البايت للاجتماع القادم تمام. ومن المستهدفين هل كل اللي حاضرين في الاجتماع السابق او من الشفافيه انك مثلا ما تعزلش حد، ابعت للناس كلها اهلا وسهلا علشان ما يقولش هم عملوا الاجتماع الاولاني واحنا حضرنا والاجتماع الثاني ما حضرش. كمان اللي حضر في الاول يحضر ثاني، مش عايز يجي مش مهم بس شرط يجي خمس او ست جمعيات. انا مش عارف يا دكتور المره الماضيه يعني هل في معايير معينه تم على اساسها؟ هو اتفقنا ان نتقابل عشان نحط المعايير وفي نفس الوقت قلنا لهم استفيدوا بالمنتدى الانساني اللي في صنعاء وخدوا القانون الاساسي واعملوا زيه او حسنوا عليه او اعملوا حاجه ثانيه عشان ما تبداوش من الصفر، لان في تجربه في صنعاء بقى لها 10 سنين دلوقتي. خد بالك؟ ومدعومه من الامم المتحده وفيها يمكن 20 او 30 جمعيه في الجمعيه العموميه بتاعتها وليها هيئه اداريه وفي 150 او 160 شريك على مستوى اليمن كلها. فانت تستفيد بحاجه زي كده اهو. انت ليه تبدا من الصفر؟ يعني اوعى تبدا من الصفر. لان الجهد انا كنت باجي هنا يعني قبل وخلي بالك صليتوا على النبي انا قيل ليا في ودني ودني شايفه ودني قالوا لي ايه ما تعملش حاجه يمنيه اعمل حاجه دوليه علشان الفساد اليمني. لا بتكلم جد واللي قال لي كده اليمنيين كل واحد جه قال لي حاجه تقول لا مش هعمل حاجه اليمنيه عشان المستهدف بيها اليمن واهل اليمن هم يعملوا حاجه يفتخروا بيها. موجود استفيدوا منه. ايه المشكله فيه؟ حددوا الميعاد الجاي وانتوا ممكن تحددوا من دلوقتي جدول الاعمال. نخرج من النقطه دي ونشوف ايه النقط اللي فيها مشاكل اللي انتوا عايزين تناقشوها عامه. واخدين بالكم يعني مثلا انا قلنا الترسيخ خلاص انتهينا منه، ايه المشاكل الثانيه اللي بتواجهكم في اليمن؟ بس مش بس دلوقتي بس ما ننزل من التسويق في اعتقد في مشكله منطقيه او متطلب منطقي اذا تم بيتم التنسيق بسلاسه. تفضل. يعني ساحصل على مال. مش هتحصل على فلوس. ما تجيليش تصلي على النبي. الاعضاء صلي على النبي. صلي انت مش هتيجي هنا عشان هجيب لك فلوس. اللي عايز يجي يجي علشان يوفر فلوس اللي هيصرفها. لان كتير جدا من الجمعيات تيجي علشان تاخد فلوس، انا مش عايز الجمعيات دي. عشان دي جمعيات حتى لو كانت تخينه ودسمه جمعيات تعتبر مراهقه. غير نمبر. احنا جايين عشان بنبص لليمن مش بنبص للجمعيه بتاعتنا. عشان عايزين ناخد رقم. عشان عايزين نعمل حملات على مستوى اليمن علشان الشعب اليمني يستفيد. عايزين نواجه مرض معين. نواجه قضيه معينه. مش عايزين ناخد فلوس فقط. يعني انت لما تقول احنا هندربهم عشان ياخدوا فلوس من الامم المتحده، انا بدربهم عشان يبقوا جيدين. كلهم بياخدوا فلوس من الامم المتحده وما ياخدوش دي حاجه ثانيه. لكن انا كل شويه هعمل شيء عشان تطلع عني فلوس منه؟ لا انا ما عنديش اديك فلوس. فلذلك انا بقول لك تعالى هنا علشان تدافع عن العمل الانساني في اليمن. تعالى هنا هو عشان نبرز قضيه من قضايا الميه والصحه والتعليم والجهل والفساد والايتام الى اخره في اليمن. صح ولا موجود ولا مش موجود؟ في تصحر وفي جفاف وفي تسرب من التعليم في مرض اسمه كوليرا دلوقتي بقاله اربع اشهر ولا خمس بدل ما كانت الحالات 240
لما كنا احنا موجودين هنا شهر مايو 24 تقريبا 500,000 مش تابع فيهم في كل المحافظات. فحاجات مش سهل ان الانسان يعرفها. الوعي نرفع مستوى الوعي عند المواطن اليمني عند المتبرع اليمني في حاجات كتير جدا. لكن كلها بتيجي عشان تفتكر ان فلان ده يعرفك على الجمعيه دي عشان يديك فلوس. انت مش بتنصر. انت جاي بتعمل حاجه احنا بنسميها ايه؟ دميه مار الجمعيه بتاعتك فقط. وهذه المشكله خلاص يا ما شوف شوف ازاي كده بقول لك يوم من 20 حضر اربعه او خمسه وبنينا بيهم مش مشكله. دايما اصعب شيء في اول خطوه في اول نبته تتزرع. انت مش عايز الشجره دي يجي ريح يكسرها ولا تيجي غنم تاكلها ولا تيجي افه تموتها. تقعد ايه؟ تحافظ عليها. لما تنمو الناس بيبصوا بقى للثمره جايه يقول لك لا احنا عايزين نيجي معاك. وفي ناس مش هتيجي لما يكون في ثمره. او يعرف. لكن احنا بنقول السابقون. ما هو الاول بقول لك اهو الاول بقول لك انا عايز اوفر الجهد اللي انت بتبذله واهدار المال اللي جمعيتك بتعمله. انا بقول لك انت عدم التنسيق عنا عدم التنسيق معناه ان انت كجمعيه كبيره بتهدر المال. والمال ده مش مال. فانا بتهمك فتعالى دافع عن نفسك. واللي عايز يجي يواجهنا انا اهلا وسهلا بيكم. كلكم مع بعض. وانا بقول لك يا جمعيه اكس او واي او زد او الف او ب او ج يا كبيره اللي عندي 50 مليون ولا 100 مليون ولا مش عارف قد ايه في السنه انت جمعيه تبدل المال لانك لا تريد ان تنسخي مع الاخر. وهذا المال مال المجتمع ومال الفقراء ومال الله وليس من حقك كجمعيه انك تقصي الاخرين. وليس من حقك كجمعيه الا تنسخي مع الاخرين وحتى لو كنت انت اكبر جمعيه في اليمن. بقول لهم كده في وشهم. سواء كان جمعيه دوليه او جمعيه محليه، وعلى الجمعيات الدوليه انها تنمي قدرات الجمعيات المحليه. ما ينفعش تكون مثلا اسلاميه هنا وانت ما عندهاش برنامج تنميه القدرات. ما ينفعش الهيومن كابيتال تكون موجوده وما عندهاش برنامج تنميه قدرات الشعب اليمني. ما ينفعش الكويت يكونوا جايبهم اموالهم كلها عشان اعمال تنفيذيه بس. او السعوديين او الى ما ينفعش. انا مش عايز اعيش طول عمري مستبدي. مش عايز اعيش طول عمري وايدي هي السفلى. انا عايز اعيش بعد كده هو ان انت جزء من فلوسك اللي بتجيبها عندي هنا هو سواء من الكويت او من السعوديه او من الامارات او من كل الدول المانحه دي كلها تخلي الانسان اليمني عنده قدره على اداره هذه الاعمال وهذه المشاريع. برجع اقول مره ثانيه اخر اللي مش هينصر حتى لو كانت هيومن ابيل حتى لو كانت اغاثه اسلاميه حتى لو كانت بنج نزل. دي نمره واحد. مفيش فلوس عندنا قطاع طرابلس. واللي عايز يجي ومفيش فلوس اهلا وسهلا بيه. اللي عايز يجي عشان فلوس جزاه الله خير ممكن يروح حته ثانيه. احنا ما عندناش فلوس. خلاص؟ مش مشكله ثانيه. اتفضل يا دكتور في اللقاء الماضي طرحنا نقطة عن قناعة التنسيق قلنا بنقطة مهمة يعني ما يجتمع مش الناس مثلا يكون عبارة عن اجتماع ياخذ وقت وقت يبيع وقت وقت الاخرين وانتهى بعد ذلك. لازم يكون الحاضرين الموجودين يكون عندهم قناعة اولا. اذا وجدت هذه القناعة من ثم يكون هناك رأس ليدير هذا التنسيق. يعني لان الان اللي حصل المره الماضيه بعد كل الكلام اليمين ما تم اختيار راس لكي يدير هذه العمليه اللي موجوده لانه هو اللي بيشرف هو بيتابع بيكون عنده قدره بيكون عنده امكانيه بيكون عنده مكان يستضيف الناس بيكون هناك فعلا في عمل مستقبلي ومثمر. اما بالشكل العام والكلام العام دائما ما تؤدي الى اي نتائج. طيب القناعه دي شيء مهم وعشان كده بقول لك لو في اربع جمعيات من 20 جمعيه عندهم قناعه نبدا فيهم. خلاص دي نمره واحد. نمره اثنين الشخص ده احنا مهم جدا بس احنا مش هنخليه شخص يكون رئيس هنخليه واحد يتابع العمل. لان ساعات لما تيجي انت تختار مثلا واحد من هيومن ابيل او واحد من جمعيه الاصلاح او واحد من التواصل الثاني حاجه تقول لي مختار الدنيا
بس عم بتصير حساسيه في الاول. ففي الاول انت بتخلي سكرتيري يبعت المراسلات للناس كلها، تتفق على السكرتيريا، ممكن السكرتيريا تكون في تواصل او تكون في اي مكان من الجمعيات دي كلها، لكن يكون في شخص هناك في السكرتيريا دي بيبعت والاجتماع بيقول احنا عملناه عشان نبعد عن ان في جمعيه معينه ايه اللي هتدير، قلنا تواصل تاخد اعمال السكرتيريا. للاسف لما انتوا جيتوا في تواصل وحسبتوا وعملتوا الاجتماع الثاني وحضروا اربع او خمس جمعيات، قلت الاجتماع فاشل ابدا، اجتماع عمره ما كان فاشل، اجتماع ناجح. اجتماع ناجح. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد اسلم منه قبل الفتح، قبل الهجره للمدينه؟ عدد المسلمين اللي في مكه بعد 13 سنه كان كم واحد؟ 11. ها؟ 11 ده لا بعد 13 سنه. بعد 13 سنه. والرسول ده وسيدنا جبريل نازل وطالع وكذا، وسيدنا عمر موجود وابو بكر موجود وعلي موجود رضي الله عنهم وكله، سيدنا خديجه موجوده، كم واحد بعد 13 سنه؟ 100 واحد. اللي حضروا العقبه الثانيه كانوا كم واحد؟ 70 ولا 80؟ العقبه الثانيه كان في سنه كم من الدعوه؟ 6 او 7 او 8؟ لما نتكلم اذا كان ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي افراد مش جمعيات، وكان بيخرج لهم كل سنه في موسم الحج عشان يكلموا، وبعد كم سنه امن بكام؟ وعذبوا وشردوا وكذا، واحنا جايين اربعه من 20 واحد وزعلانين؟ ايه المشكله؟ لو الباقيين ال 20 شافوا ان اربعه اجتمعوا وطلعوا قرارات، هبتدي يجوا الاجتماع اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، واحنا مش عايزين 20 كلهم يجوا، لانهم مش هيجوا. مش هيستمر معاك الا الاربعه والخمسه، تبني بيهم. وتبني عليهم، تتعلم من تجارب الاخرين. معايا اخت وايده، فقولي الرئيس كان حضرتك، لا انتوا جيتوا كان اجتماعكم ناجح بس انتوا ما كملتوهوش. هو لازم احنا ال 20 يحضروا؟ عمرها ما كانت، ما بالك احنا هل احنا احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو اصلا افضل هذول الاربعه اللي حضروا في المحل دائما يعني لو يتعدلوا الروح ما لم تكون هناك اداره لاي عمل، العمل مش مباشر. انا مش مختلف معاك، انت من الاربعه هؤلاء ان كان الراس المعنى هنختار بعد كده. هنستخسر 100 اي شيء مش مشكله، بس يكون هو واخذ الهم الاكبر. ده هتختاره بعد كده. بس انت في الاول عشان حساسيه مين يكون الرئيس او مين يكون المنسق بتمشيها بالسكرتاري. هي بس دكتور في الملعب نحن عندنا ما في حاجه اسمها حساسيه، الكل يعرف حجمها. مثلا قول والله مثلا الاداره ستكون على سبيل المثال من البدايه تواصل او استجابه او جمعيه الاصلاح في مركز رئيسي، خلي بالك هذه الثلاث المكونات الكبيره الكل يعرفها، والكل ما يقارن حجمه بحجمها اصلا، فيكون في هناك امتثال. انا ما عنديش مشكله، ولكن في النهايه هم الناس اللي يجتمعوا ويوافقوا مش انا اللي اوافق. لا انا بقول لك الناس، انا اقول لك من خلال المعرفه والعمل السابق الناس بتوافق اوتوماتيكيا لانها بتعرف ان هذه المؤسسات الكبيره عندها قدرات، عندها امكانيات، عندها محضن تجمع الناس فيه وتستطيع ان توفر لحد الادنى، فالناس بتشتغل طبيعي، بس لابد ان تكون هناك جهه رسميه، مش جهه رسميه قصدي جهه يعني اتفق عليها. هم اتفقوا عليها؟ احنا عملنا السكرتاريه في تواصل المره اللي فاتت. كان اتفق على التواصل. التواصل اخذها في الاخير قبيله، تعرف القبيله؟ اخذها في الاخير قبيله، لان من اللي بيدير؟ من اللي بيعلن في اللقاء الاول عن من عن من؟ انا اخذ هذا الموضوع لا اخذ عده دقائق، فاذا اخذ صح التواصل كان بقبلي. فيعني تقبيله القائد خلاص عندي انا. وبدأ أيوة بس كان أول من عندنا، كان اعتبرت أول من عندنا. شوف شو المشكلة، ممكن يبقى الفترة الأولانية فترة بنسميها احنا إيه؟ فترة انتريم يعني بالعربي. فترة انتقالية. نقول بقى تواصل أو استجابة أو نماء هناخدها لمدة 6 أشهر. ولما تتبعوا مع بعض وتتفقوا على قانون أساسي نعمل انتخاب نشوف مين هيكون الرئاسة عندنا. بس في تجارب الهيئة اليمنية الكويتية عندهم رئاسة دولية. ساعات بتكون جيدة ساعات بتكونش جيدة.
لا ما ما كل كم كل ست أشهر كل سنة. كل شهر. لا ما ينفع. لأنهم أصلاً كلهم مؤسسات مانحة وجاية مع بعض بيوزعوا الأموال. أنت عايز تبني قدرات هنا وتعمل حملات وغيرهم. هم جزاهم الله خير جايين عشان يقعدوا مع بعض اجتماع شهري يوزعوا المال أو البتاع ده هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. إن شاء الله يكون كل أسبوع. هم من الفنيين. لكنه ما عندهمش مشكلة. أنت عندك كل المشاكل. فأنت عندك في مشاريع هتعملها ومشاريعك أصلاً مش تنفيذية بس. مشاريع توعية، مشاريع توجيهية، مشاريع تأهيلية إلى آخره، فما ينفعش على الأقل تكون الدولة الرئاسة مدة 30 أو 3 سنين، يكون هناك مكتب تنفيذي عشان يتابع البرامج اللي بتتكلم عنها، أو تكون في جمعية من الجمعيات ماسكة مثلا التنمية البشرية، جمعية ثانية ماسكة التوعية، الإعلام إلى آخره إلى آخره، وهكذا يعني. بالك؟ تفضل. تفضل. بالنسبة لل قناعة ولا الفكرة اللي طرحتها أنت الآن طبعاً عشان صلى الله عليه النبي الله أقول لهم ما حيطلع فيكم فتوى أنكم ماسكين بس خلاص طوفهم بس قول لهم لو رجالة حتى لو ستات رجالة يجوا أبدوهم هأفرقوا فوق أنه أكبر مدافع على اسمه هنا إيه؟ زين الساعة هأفرقوا في الساعة ومع عصاية تعالوا أقولوا هناك سيو راوند قول لهم بقول لكم انتوا قاسمين وحيكم عليكم لحد في ميدان الساعة مش كده ولا ايه؟ ميدان الساعة؟ ساعة العروض ساعة ايه؟ العروض ساعة العروض حتى انه امام سيادة مش عارف المحافظ ولا كده الاصل يا استاذ من اللي يحضر هنا؟ يحضر بقناعة من رئيسه او مديره او كذا صاحب القرار نعم بقناعة تامة من هنا نعم يجي هنا وبعدين يروح هناك يصبح له لا حول له ولا قوة نعم الصراحه لان ده تقول الجمعيه اصلا في الرئاسه بتاعتها مقتنعه بالتنسيق ان شاء الله بس الاجتماع اتفضل بس مخالفه لا لا هو انتم في نفس الاجتماع يعني خاطر هاي لو الان نضعها ب يعني الاجتماع جدا لازم نضع يعني اقتراحات عمليه ايوه اولا اللي انتظر اذا كان اقتراح الدكتور عبد الله يكون فوق البوينت للاجتماع هذا عبد الله ما من تبع مين؟ الصراحه عبد الله خايف دي جمعية متوحشة كبيرة. لا ممكن نكون باسم المدرسة. لا ما أنا مش أنا مش أنا لا أنا أنا بتكلم كده عن مثلا لو هم أصلا واخد بالك عندهم المجتمعين أقروا جمعية معينة هم حرين. ونستمر بسلبياتها بإيجابياتها. أنا أقصد يا دكتور ندعو للاجتماع خلال هذا الأسبوع إذا كان مربوط باسم التواصل. أنا ممكن أسمع عن وزارة التواصل بعد الاجتماع هذا وأرتب معه. بنفس ما بدينا سابقا ممكن هو يتابع الموضوع او ممكن يتابع الاسم اخر اذا كان شايف حساسيه الاسماء الامر الثاني هو الهدف من الاجتماع ايوه هدف الاجتماع لازم يكون واضح تفضلوا حطوه انتوا اللي حطوه انا مش حاطه من النقاش هذا انا اقترح مثلا انه توضيح اهميه التنسيق بعبارات مميزه يعني الهدف الاجتماع مثلا التنسيق معنا النهارده بقى قلنا خلاص حطيتوا معانا مقعد اول حاجه بالجماعه يسمعهم الدكتور هاني الفطور. أنا عبالي يا ريت. يعني أحسن من هذا في النظارة. حطوا أنتوا جدول الأعمال. أنا ما عنديش حطوا جدول الأعمال، حطوا فيه كلمة، حطوا فيه جلسة مفتوحة، حطوا فيه بعض الأهداف، حطوا فيه مخرجات اللي هو الجلسة اللي إحنا عملناها قبل كده، حطوا فيه جدول أعمال الجلستين اتلغوا، ليه؟ لأن مش أنت كنا إحنا في يوم أربعة تقريباً أو يوم جمعة ولا سبت؟ خميس انا صرت هنا يوم الاربعاء صباحا خميس صباحا انا وانت بعد ما جينا 8 ساعات ولا 10 ساعات دول قلت له الخميس الساعه 1 او الساعه 2 بالك كان هو الاخ ده كان يقول لي ان انا كنت بنام وهو كان بيزودني عشان اشتغل انا راجل كسيل فالمهم طب بالك ليه اخفقنا في الاجتماع الاول وليه اخفقنا في الاجتماع الثاني وليه الاجتماع الثالث بالنسبه لنا او الرابع بالك في اجتماعين ما اتعملوش اجتماع اول وده الاجتماع الرابع او ده النهارده الاجتماع الرابع وبعد كده في اجتماع ايه؟ هو صح الاجتماع اليوم انا كان مع الدكتور سعيد مش عارف يدلوا في سوء تنسيق طلب مني اوجه الدعوه لكل الجميع اقصد للكل او للقليل لا للبعض خلاص مش مشكله اذا كان احنا بنعتبره اجتماع مش محسوب بيسبب يعني اشكاليه وتحسس عند البعض انهم وهذه النقطه دكتور نقطه بحقيقه سكنية كثير يعني لا تعتبر اجتماع فهذه اجتماع تحضيري
انت بالنسبه لك يمكن الامر عادي ما في مشكله في التطور، لكن عند الاخرين لا، بسبب التحسس يمكنني يدخلوا في الاثم المهمل حاليا يعني. خلاص مش مشكله. اللي بعد نعمل الاجتماع الرابع اللي هو امتى؟ مش عارف شوف يوم الربوع يعني الناس الاربعاء. طيب القصه ايضا يؤتى للاجتماع المتمسكين في شيء جاهز عندهم مثلا من اجل الخروج من قضيه الاحراج مع المصر. ليش تعد هذه المنظمه غير هذه؟ تكون عندنا معايير واضحه للجهات والمؤسسات التي تريد تدخل في التنسيق. نعم. مش معقول جهه ما لا يوجد لديها مكتب اجي اتصل معها. لا يمكن ان ادعي. انا حاول مش فلوس. مش فلوس. ماذا سيصير؟ ما خلاص ما هو في ناس هو هتدرب، في ناس هتعمل كذا، في ناس هذه لازم تعالج القضايا المشاكل حق اليمن. التحديات هذه بتجيب لك فلوس يا دكتور. انا لما ال 25 منظمه هذه المنتديه تبنى انه عندي الكوليرا. عندي مشكله في منطقه فلانيه، النداء الذي بتطلبه في هذا يعني اذا الشركه انها ستكون قادره على التنفيذ بآلية ممتازه من خلال كيف تسال اعضاء؟ من خلال التنسيق، من خلال اعضاء، من خلال بناء قدراتها، هذه بتفعل جديه لذلك انا بقول لك ايه، ابدا من حيث انتهى هذا الانسان في صنعه. هذا الانسان في صنعه هو موجود في الهيماتيك كاتريتيب يعني في ال طيب يا دكتور تفضل. عبد قطعت كلامك يعني. طيب المنتدى الانساني الدور اللي قايم فيه في صنعاء ليش ما يكونش في نفس الدور هنا مثلا في عدن؟ نتصل بهم الاخ وابعث لهم كل حاجه. واحنا هنا لما كانت معانا المره اللي فاتت وخدت كتبت المحضر صغيته هناك انها ورجعوا لهم المحضر الثاني عشان هم يعني قصدي المنتدى الانساني نفسه. المنتدى الانساني نفسه وصلوا مع المنتدى الانساني نفسه محضر الجلسه احنا مش هم اللي بعتوهم. افترضت الايميلات بس ما مش ها؟ ما فيش حاجه وصلتها من الايميل. انا اتمنى يعني دكتور الان بدل ما صغر المسافه بدل ما يبدا من جديد، بدل الانسان عنده خبره وعنده يعني القدرات الكافيه انه يفتح ومعاه ممثله هنا اسمها رفيده اذا انا مش غلطان تبني مكتب كامل ما عنده تبني مكتب كامل وتعملها بالتنسيق بدل ما يبداوا من اول. الفائده اللي تبع جمعيه ايه؟ منتدى انساني موجوده هنا ممثله استكملت استكملت عملها. لا يعني استخلصت معي قبل ما تسافر الحج قبل اربع ايام. ايوه شغال. انا قصدي لو يفتح المنتدى الانساني مكتب له في عدن وهو الذي يقوم بالتنسيق هذا كامل. مش مشكله انا تعرف لان انا من المنتدى الانساني مش عايز افرض عليك. لا انا اشوف صراحه اللي تطلبها انا معلش بكون سريع شويه. انا مستوى الجمهوريه طالع. انا حقول شويه سريع معك. اللي تطلب منهم شيء هم قاموا بنماذج من موجوده اصلا. يعني مثل ما ذكرت الاخ نمر موجوده. نمر المفروض انها تمثل يعني موجوده في اكثر مكان. لكن تنقصها طول الخبره، تنقصها الامكانيات اللي موجوده عند المنتدى الانساني. المنتدى الانساني صراحه عنده امكانيات كبيره. فبالتالي لو وجد مكتب للمنتدى الانساني التنسيق مع المنتدى الانساني الذي موجود في صنعاء يوجد مكتب هو الذي ينسق ما بين المنظمات يساعدها وياخذ بيدها. انا هذا اقتراح يعني مني شخصيا لا وطني ولا لي. هم يبغوا يعني منتج بنكهه عدنيه ما فيش مشكله. لا هذا المنتدى الانساني عالمي ما هو صنعاني. المنتدى الانساني مستوعب الحصول للي لازم تعرف ان الانسان ليس بالضروره رئيس صنعه. المنتدى الانساني موجود في العالم كله ويراسل الدكتور هذه البلد. بس اذا بيفتح مكتب مرة في هذا 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 المسهم. انا اتوقع هذا المسهم. ويتبنى الفكره المنتدى. ويتبنى الفكره المنتدى ولو المنتدى عنده امكانيات فبالتالي بيكون عنده الخبره عنده الامكانيات عنده وبيسجل وبيسجل اشياء كثير بيختصر مسافات. بس حيكون يعني من الجمعيات الموجوده هنا طبعا اكيد طبعا تكون اول. نعم تكون اعضاء في المنتدى الانساني ممكن يكون هذا خيار. هذا احد الخيارات. لكن الفكره اللي تهمني من اول بدا طرحها الاستاذ عبد الرحمن انه ممكن المكتب نفسه يفضل مكتب يعني عن اللي ممكن فيه المركز الرئيسي للصناعه يتولى مساله التنسيق للوصول الى مخرج معين. المخرج هذا كان المنتدى الانساني جزء منه او خارجه. نعم. لكن هو يعني الكويس في المنتدى الانساني انه مثل ما ليس منظمه بحد ذاتها يعني هو عده منظمات يكون عباره عن عده منظمات ويسعى الى مصلحه الجميع ما عنده اهداف شخصيه.
الشخصيه يعني. معندهم الاهداف اللي تتفق عليها الاعضاء، كيف يوسع المشاريع، نسق المشاريع، كيف اذا في كيش الضعف اللي موجود عند المنظمات تقويها، اعتقد بتستفيد منه عدد كبير. هذا رايي الشخصي. ويوفر خطوتين، الخطوه الاولى توفير شخص او منسق عام. يوفر مكتب، وانا ما ادري ليش يعني دكتور هلال مش فاتح مكتب في عدن، يعني حاضر واحده فقط تشتغل من البيت، ده يعني مدينه مثل عدن اظنه قليل في حقها يعني. والنقطه الثانيه اللي بيوفرها هو اخت خويلة مش منسقه مشروع وليست بس قرر مشروع المسكين لكن بالفعل هي متعاونه مع عمل اكثر من مشروع. انا قصدي انا ما ادري انا مش عايش حتى هنا، لكن اللي اعرفه انه لما تواصلت مع رفعت في صنعاء قالت لي هي تمثل المنتدى الانساني اللي على فيروس، سواء هي اللي تمثل او لا تمثل المنتدى الانساني لا انا اتوقع يعني توجب عليه انه يفتح مكتب ويكون هو مسؤول التنسيق بين المنظمات. جهة معروفة، جهة دولية، جهة لها خبرة سنين، حتستفيد من العدد من المنظمات المحلية بشكل كبير. لا وظيفة كان السبب آخر دكتور هاني المفروض يركز عليه. في تساؤل، لماذا المنتدى الإنساني يأخذ مشاريع وينفذها في المحافظات وهو مش موجود فيها؟ نبدأ أعطيني مثال معك. ها؟ مشان أكون معك على الخط، أعطيني مثال. في تساؤل من بعض الجهات المانعة هنا في عدن. لماذا المنتدى الإنساني يأخذ مشاريع وينفذها في عدن وهو مش متواجد في عدن؟ يعني أخذ مشاريع في عدن. أي مشروع اللي تنفذه في عدن أصلاً. لكن ما فيش تواجد للمنتدى الإنساني حتى لما تواصل مع الحكومة وهكذا. كانت تقول في أعضاء عندنا اللي هي جمعية الإصلاح ولا الأخوان اليمني مش عارف إيش وكذا. إحنا اشتغلنا أعضاءهم. لكن الجهات المانحة في الفترة الأخيرة الظاهرة على النفس ولا الموجود أنه مش موجودين هنا ليش ياخذوا مال؟ الاولويه للناس اللي ياخذوا مال. انا حقول لك على طبعا ما اعرفش هم فهذا مبرر انهم يفتحوا المال. انا غير جاوب لك بس شوف هو ده بالتالي الجهات المناحه الكبيره بتدي الفلوس لجمعيات تصرفيه. سواء كانوا بينفعوا عدل او مش بينفعوا عدل. معك واصل التساوي بياخذوا مال. الاتحاد الوضع اللي حدث هنا في الوقت. فده المانح اللي هو الكبير، مانح الغربي او مانح الام الى اخره، بيقول لك انا مرتاح ان انا ادي للجمعيه دي عشان عارف المسار السياسي بتاعها، المسار الامني بتاعها، المسار الاجتماعي، المسار الانساني. لا مختلفين عليه. فدلوقتي التساؤل بيقول لك طب هو المفروض بيقول ايه؟ يقول يا منتدى افتح مكتب هناك عشان يديك فلوس اكتر، لان هم اصلا اغلب الفلوس اللي بتيجي لليمن ما بتصرفش هنا. بتصرف في اماكن ثانيه. رغم ان في حاجه كبيره جدا في المحافظات في الجنوب زي ما هي في حاجه في المحافظات، قد يكون الكثافه السكانيه في الجنوب اقل لكن في حاجه شديده. وعلى الاقل ممكن تبقى التلت او التلتين ما تبقاش مثلا الموضوع حتى مكاتب الامم المتحده لانها ضعيفه جدا. مكاتب فرعيه يعني ندور عليها نلاقي مثلا ما يعني مش مدراء كبار. فاللي بيسال السؤال ده اقول له روح شوف المانحين هم فاتحين فين. والسلطه الاداريه للامم المتحده وغيرها مش موجوده في عدن، موجوده في صنعاء. خدت بالك؟ فده بالتالي ممكن يكون توصيه من التوصيات ان هو يعني قول لهم المنتدى عندهم قدره حطوا شخص واحد وحطوه حتى في اي جمعيه من الجامعات ان شاء الله نوفر الايجار والحاجات دي كلها، هي بس مصاريف الشخص ده الشهريه هتكلف 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا 5000 ريال تبقى تتقسم بين 10 او 15 جمعيه اللي هم ايه؟ الى ان يقف ليها مشاريع معينه جايه لايه؟ لمحافظه عدن او لمحافظه لحج، ودي كل المؤسسات اللي موجوده في المناطق دي هي اللي بتنفذ المشروع. اتفضل. سؤال، ما علاقه المنتدى هذا او التكتل او التنسيق بالكتب الموجوده اللي ترتبها الورشه؟ هو زي ما انا قلت قبل كده ليك، المنتدى هناك هو عضو في الهيمنتين اللي كانت بتسيبنا بسميه ايه؟ العربي اللي هو الفريق الانساني للامم المتحده اللي بيحدد سياسات صرف الاموال. هو موجود هناك. هو موجود هناك. الانساني وفي مجموعه من المنظمات اللي حضرت معنا المؤسسات هي اصلا عضو في المنتدى الانساني. فهو يعني هم خدوه هناك عضو في الفريق العمل الانساني اللي بيحدد سياسه الصرف الانسانيه للامم المتحده. وده اللي هو ذلك هو قاعد في المطبخ بتاع الايه اتخاذ القرار. اللي موجود هنا من عدم لا 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 في صنعاء على مستوى الانترناشونال صنعاء
في على مستوى المحافظات على مستوى القطري مستوى المحافظات يعني المحافظات بتنفذ التوصيات يعني هنا بيطلع قرار من صنعاء يتنفذ هنا مش هم اصحاب القرار هنا هنا اصحاب القرار في التوزيع ما اتاهم من المال من صنعاء إذا اتفقنا على الموعد الأربعاء عندك الموعد بالنسبة لك أو يفوض الأخ عبد الرحمن ولا الدكتور عبد الله كان معنا زيارة قدامية امبارح واستشارة المساء ها؟ المساء بس حتجي الصباح إذا كانت الزيارة وغير بيكون الصباح وإذا ترتبت الزيارة بيكون المساء أنا قصدي بنرتب على هذا هو هذا لما تلزم بالحضور في يوم إجازة المساء ولا بتلزم الحضور في يوم الأربعاء فلا أفضل ما أشياء أفضل أتكلم أن يكون يوم عمل يكون أسهل من الاجتماع لا أنا أفضل كمان الاجتماع في وقت كافي يعني عشان تنزيل الشرب والإنسان ما أحنا بنشوف إذا كان في قناعة بنتبان يوم الأول أنا ما عندي مشكلة ثلاث أربعة خميس أنا مسافر الخميس الصباح أو المساء والله صح الطيارة الساعة 4 لا ساعة كم؟ لا تربط خميسك يوم الخميس لأنه يرسل لك قبلها بيوم غالباً الساعة واحدة تطلع الطيارة غالباً بالتالي هو يرسل لك يا مثلاً أنا رايح أنا أرسل لي الساعة 4 الوقت بس ممكن تغير أنا كنت موجود لما مثلاً في قبل أسبوع إحنا إلى قبلها بليلة وإحنا الطيارة الساعة 10 ونص فجأة يرسلون يأخذ الطيارة 8 ونص قبل يعني الساعة 10 بالليل أو الساعة 10 ينزل برنامجهم لأنه السلوت اللي يعطيك إياه التحالف يعطيك إياه قبلها بالليل يقول لك حاطين من كذا كذا ايش الخميس؟ الخميس أفضل ليوفرك ولا تنطبق أي شيء خلوه يوم صفر بس ثلاث أو ثلاثة احنا فين؟ يوم ثلاثة يكون 19 خلاص 19 خلاص 19 4 4 4 4 4 4 بس الساعة كام يعني؟ يعني من بعد صلاة عشان الأخوات بيقدر يجوا بالليل؟ الساعة 4 إلى الساعة 6 إذا كان في العصر من لأنه الصباح عندهم دوام نفس الاعتدالات السابقة يعني هنكون هنخلص البرنامج الساعة كام يوم الأربعاء؟ برنامج الأربعاء خلص الساعة كام؟ يوم الأربعاء عندنا زيارة ميدانية إلى مستشفى يعني مش عارف يمكن على السيارة توقع تخلص الطاقة يعني راح بدري العصر ما عندنا شيء خلاص طب كان يوم من أربع ساعة ثلاثة أنا عارف عشان حيجي الساعة 4 لا هو مع الساعة 4 بلك يوم من أربع ساعة ثلاثة الظهر في التواصل حتى الموعد اللي تحدد مع بعد ان شاء الله كل التواصل بعد الاجتماع هذا بنسمع الموقف في اي مشاكل ثانيه عندنا شو حطوا الاجنده تعملوا اللي كنتوا تطرقوا فيه ما هي التحديات امامنا